طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بالسيد نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني. أهلا بكم السيد رئيس الوزراء، وشكرا على استضافتكم الكريمة. بداية السيد رئيس الوزراء، أود أن تشرح للمشاهدين العلاقة بينكم وبين إقليم ناغورنو كارباخ رسميا. هذا الإقليم هو أرض أذربيجانية بالقانون الدولي، وأنتم لا تعترفون باستقلاله. إذا ما هي العلاقة الرسمية بينكم وبين الإقليم؟ أولا، أود أن أشير إلى أن الأرمن عاشوا في كارباخ منذ آلاف الأعوام حتى الآن، وخلال الحكم الذاتي لإقليم كارباخ وصلت نسبة الأرمن إلى ما يزيد عن 80% من السكان. كما أود الإشارة إلى أن كارباخ تحوي تراثا ثقافيا أرمينيا ضخما جدا، كنائس ومنشآت أخرى منذ القرن الخامس، وأول مدرسة أرمينية تأسست كانت في كارباخ. وأود أن أشير إلى أن علاقتنا مع إقليم كارباخ ليست مرتبطة بالأرض، بل هي مرتبطة بالناس، لأنه في عام 1988 كانت تجري عمليات ديمقراطية في الاتحاد السوفيتي السابق، وحاول شعب كارباخ أن يستعيد حقوقه آنذاك. والحق أنه عندما كان يتشكل الاتحاد السوفيتي بلغت نسبة الأرمن 80% من سكان كارباخ، ولم يتم ضمهم في ذلك الحين إلى أرمينيا بل إلى أذربيجان السوفيتية، وذلك في إطار قرار ستالين التعسفي. وعندما بدأت عمليات تحقيق الديمقراطية في الاتحاد السوفيتي، بدأ شعب كارباخ استعادة حقوقه، وبدأت عملية الانضمام إلى جمهورية أرمينيا، ورد الاتحاد السوفيتي وأذربيجان السوفيتية على ذلك بالعنف تجاه السكان. ما أقصده أن علاقتنا مرتبطة بالناس، أولئك الناس الذين عاشوا ويعيشون وسوف يعيشون. لكن هل هناك تعريف رسمي لهذه العلاقة السيد رئيس الوزراء؟ يعني إذا أردت أن أذهب أنا الآن من أرمينيا إلى ناغورنو كارباخ، أين أنا؟ هل أنا في أرض أرمينية محتلة؟ ماذا تسمون هذه الأرض رسميا؟ كارباخ أعلنت عن استقلالها لاحقا، ونحن نقول جمهورية أرتساخ أو جمهورية كارباخ، وهناك رئيس منتخب وبرلمان وإدارة هيئة إقليمية. كارباخ ليست أرضا من أراضي جمهورية أرمينيا، لا تعتبر كذلك، بل هي جمهورية كارباخ التي تم تحدثت عن الجانب التاريخي. الأذربيجانيين أيضا يقدمون وثائق تاريخية حول أحقيتهم بالأرض. إذا أردنا أن نتحدث بعيدا عن الجوانب التاريخية عن القانون الدولي، ماذا عن قرارات مجلس الأمن التي تطالب بسحب القوات الأرمنية من المناطق المحتلة في كارباخ؟ أود أن ألفت الانتباه إلى ما تشير إليه أذربيجان. في القانون الدولي نستطيع القول إن أذربيجان كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، والآن الاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا لتكون كارباخ جزءا من أراضي أذربيجان السوفيتية. أما قرارات مجلس الأمن فقد تم إصدارها في وضع محدد، وتم في إطارها وصف وضع محدد، تم فيها وصف قوات الدفاع الذاتي في كارباخ والصدام الذي وقع بينها وبين القوات المسلحة الأذربيجانية. وفي مجلس الأمن ذلك الوصف له إطار ونطاق محدد. النضال السلمي ردت عليه أذربيجان بالقوة كما تفعل اليوم، حيث قصفت جويا المناطق السكنية الآمنة، وحتى تبعد ذلك القصف اضطرت قوات الدفاع في كارباخ إلى تشكيل منطقة آمنة للدفاع. بعد بدء المعارك السيد رئيس الوزراء، تحدثتم عن إمكانية إعلان استقلال الإقليم من طرف واحد، ما الذي قد يعنيه أو يغيره هذا على الأرض؟ كانت هذه المسألة وما زالت في جدول أعمالنا، ولكن ما يهمنا بشكل رئيسي ليس أن تعترف أرمينيا باستقلال كارباخ، لأن بإمكانها القيام بذلك في أي وقت، ولكن أن يعترف ممثلو المجتمع الدولي الآخرون. وهذه المسألة ملحة اليوم باعتبار الوضع الناشئ والكارثة الإنسانية التي تواجهها كارباخ، والواقع
الذي لا يمكن دحضه بأن كرباخ ضمن أراضي أذربيجان تعني كرباخ بدون أرمن، هذا يعني تصفية عرقية، ونعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يتم تطبيق مبدأ الانفصال في سبيل الخلاص وأن يعترف المجتمع. بما أنك تحدثت عن التصفية العرقية، الأذربيجانيون يتهمونكم بالأمر نفسه بتغيير هوية الأقليم، بتدمير مساجد ومقابر وتغيير أسماء المدن حتى بما فيها كرباخ الذي تطلقون عليه اسم أرتساخ، كيف تردون؟ لم يتم تدمير المقابر في الآونة الأخيرة في إقليم كرباخ الذي يتمتع بالحكم الذاتي. تم إعادة ترميم المسجد في شوشي بأحدث التكنولوجيا، والمساجد ذات الأهمية الخاصة تقوم سلطات كرباخ بالحفاظ عليها وتركز انتباهها عليها. وإذا ذهبتم إلى شوشي سترون أن هناك مسجداً تم ترميمه لم يقم الأذربيجانيون حتى الآن بقصفه. لماذا أقول شوشي؟ كنيسة القديس غانزتشوت في شوشي كنيسة أرمينية تعرضت لقصف جوي وهي نصف مدمرة الآن. نعم، اسمح لي، أنا ذهبت إلى شوشي سيد رئيس الوزراء وقمت بمشاهدة هذا الذي تتحدثونه، المسجد تتهمكم أذربيجان، رأيت المسجد وصورته لمشاهدين على الجزيرة، وتتهمكم أذربيجان بأنكم أعدتم بناؤه وغيرتم هويته الأذربيجانية بإعادة البناء. أيضا أنا رأيت الكنيسة المدمرة السيد رئيس الوزراء، ولكن أريد أن أسأل، إذا كانت الكنيسة المدمرة رأيتها تعج بالمصلين بينما المسجد كان خاليا، ما الفائدة من تجديد المسجد إذا كان من يصلون فيه قد هجروا ذهبوا من الإقليم؟ تم ترميم المسجد بإشراف الشيعة والقادة الدينيين، ولم يكن من الممكن القيام بذلك بطريقة أخرى، وهذا يعني أن إعادة ترميم المسجد جرت تحت رقابة رجال الدين المسلمين ووفقا لنصائحهم ومشاريعهم. من أذربيجان؟ أكرر أن كل هذا جرى على يد الأخصائيين، هؤلاء الأخصائيون لم يكونوا من أرمينيا، كانوا من الخارج، قول إنهم كانوا أذربيجانيين. معلوماتي ليست دقيقة في هذا المجال للأسف، ولكن ما أعلمه أن المسجد كان للمذهب الشيعي وأن الأخصائيين كانوا من الشيعة الذين قاموا بتوجيه رجال الأعمال الخير. تم إعلان وقف إطلاق النار 3 مرات في إقليم كرباخ، لماذا يفشل هذا في كل مرة؟ لأن أذربيجان تقوم بخرق وقف إطلاق النار هذا، لأن أذربيجان وكذلك تركيا تعلنان أنهما ليستا على استعداد لوقف العمليات العسكرية، وإذا تابعنا التصريحات العلنية سنرى السبب وراء عدم توقف العمليات العسكرية، لأنه عندما نشير إلى الوقائع التي لدينا هناك واقع معترف به دولياً، وهو أن تركيا تقوم بنقل الإرهابيين والمرتزقة من سوريا إلى أذربيجان لشن هجوم ضد كرباخ، وعادة لا يقومون بنقل الإرهابيين إلى منطقة من أجل السلام أو من أجل وقف إطلاق النار، وإنما يتم نقلهم عادة من أجل العمليات العسكرية. طبعا من أجل الموضوعية أريد أن أقول أن الرئيس علييف رد بأنكم لم تقدموا أي دليل على وجود هؤلاء المرتزقة في الإقليم، هذا الموقف الأذربيجاني المعلن. شبكة الإنترنت متخمة ومليئة بهذه المواد المصورة، وأنتم تعلمون أن هناك مواد مصورة تم نقلها بأجهزة الهواتف، تلك الأجهزة تسمح بتحديد المكان الذي تم فيه تصوير تلك المواد. نرى أنهم بعد العمليات الإرهابية قاموا بتصوير مواد ونشرها على شبكة الإنترنت، ووفقا لتلك المواد تمكننا من تحديد الموقع الذي تم فيه التصوير، وقدمنا العديد من الأدلة والوقائع
وحتى قبل أن نقدم تلك الأدلة أقرت جمهورية إيران الإسلامية وكذلك الاتحاد الروسي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية رسمياً أن هناك إرهابيين ومرتزقة يعملون في منطقة نزاع كرباخ، وأعتقد أن هذا الموضوع أصبح حقيقة مؤكدة من قبل المجتمع الدولي. نعم، هذا تقوله روسيا وفرنسا فقط من مجموعة مينسك، وطبعا كثير من هذه الوسائط على الإنترنت تحتاج إلى تحقق منها. لكن أنا أريد أن أسأل عن نقطة أخرى في موضوع المفاوضات. منذ وصولك إلى الحكم قدمت موقفا شجاعا وقلت أننا نريد حل يرضي الشعب الأذربيجاني. ما الذي قد تقدمه خلال هذه المفاوضات وتعتقد أنه يرضي الأذربيجانيين؟ نعم، لقد اقترحت تلك الصيغة سابقا، أن حل نزاع كرباخ يجب أن يكون مقبولا بالنسبة لشعب كرباخ وشعب أرمينيا وشعب أذربيجان، وأنا أول زعيم يعمل في مسألة المباحثات ويقول إن أي حل للقضية يجب أن يكون مقبولا من الطرف الآخر. ولكن لماذا لم نمضي في ذلك الطريق؟ لأن رئيس أذربيجان امتنع عن تبني هذه الصيغة، لأنهم ارتكزوا على منطق أن حل القضية يجب أن يكون مقبولا فقط بالنسبة لشعب أذربيجان، وهذا الموقف هو ما أوصلنا إلى هذا الوضع. لكن أنا سألت عن ما الذي قد تقدمونه، وقد وصفتها قبل يومين بأننا مستعدون لتنازلات قد تكون مؤلمة. ما هي هذه التنازلات؟ ما الذي يمكن أن تقدمونه؟ قبل يومين ذكرت أن أرمينيا مستعدة للتنازلات المتبادلة. التنازل المتبادل مؤلم دائما، وهذه هي القضية. ماذا يعني التنازل المتبادل؟ يعني نوعا ما استعدادا للتراجع عن الخط الذي رسمته لنفسك، استعداد للنزول قليلا. القضية كلها أنها عندما توافق أرمينيا على تخفيض ذلك المعيار لخلق ساحة مقبولة، فإن ذلك المعيار يصبح غير مقبول بالنسبة لأذربيجان. ما هو هذا الخط تحديدا؟ هل نتحدث عن المقاطعات الأذربيجانية السبعة الآن؟ ما هو الخط الذي قد تتراجعون عنه؟ هذا ليس بالأمر الجديد، هذه سياسة تم انتهاجها لأعوام طويلة. ما حدث في عام 2013 بمدينة كازان يشير بكل وضوح إلى ما أقوله. لقد ذكرت أن جمهورية كرباخ قد أعلنت استقلالها، وفي الواقع لقد وضع الأرمن في كرباخ ذلك الخط. في عام 2013 وافقت سلطات أرمينيا على تسليم أذربيجان أراضيها، على أن تحصل كرباخ في إطار ذلك الاتفاق على وضع وسط انتقالي، لكي يتمكن سكان كرباخ بعد عودة النازحين من إجراء استفتاء. وفقا لذلك الاستفتاء يتم تحديد الوضع النهائي لكرباخ. تتحدثون عن عودة النازحين من أرمينيا وأذربيجان أم عودة النازحين فقط من أرمينيا؟ نتحدث عن عودة جميع اللاجئين إلى. تقبلون باستفتاء بعد عودة 1,000,000 أذربيجاني إلى الإقليم، إلى المنطقة المحتلة الآن؟ اسمح لي أن أنهي إجابتي. نتيجة للتراجع عن ذلك الخط، تمت صياغة وثيقة اتفق عليها من قبل أرمينيا وأذربيجان والرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك وروسيا، ولكن أذربيجان في آخر لحظة تراجعت، وهذا يوضح لماذا لم تتم حتى الآن تسوية الوضع، لأنه كلما أبدى الجانب الأرميني مرونة وتراجع نوعا ما عن خطوطه يصبح هذا أمرا غير مقبولا لأذربيجان. نعم، أريد أن أسألك عن الموقف الروسي الآن. الرئيس بوتين قال بوضوح هذه المرة أنه لن ينحاز إلى أي طرف. هل أنتم راضون عن الموقف الروسي؟
روسيا هي أحدى الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، هي دولة وسيطة، ووفقا لذلك يجب أن تبدي حيادا في هذه المسألة، وهذا أمر مفهوم. هناك أصوات في أرمينيا تلقي باللائمة عليك منذ وصولك إلى السلطة بأنك ساهمت في تغيير هذا الموقف الروسي الذي كان ربما أكثر قربا من أرمينيا، كان حليفا استراتيجيا وثيقا لأرمينيا من خلال توجهك إلى الغرب وإلى نموذجه الديمقراطي، كيف ترد؟ هذه اتهامات سخيفة، لأن روسيا كانت وما زالت حليفا استراتيجيا لأرمينيا، وهي ليست محايدة في هذه المسألة. حلف الاستراتيجي مع أرمينيا، والسلطات الروسية والرئيس بوتين قد أعلنوا مرارا أنهم سيقومون بواجبهم الأمني تجاه أرمينيا في حال الضرورة. فيما يتعلق بمسألة كرباخ، كما في السابق، منذ تشكيل مجموعة مينسك كانت روسيا دولة وسيطة وإحدى الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، وقد التزمت بالحفاظ على دور الوسيط. ماذا عن العلاقة مع الغرب؟ أنت لم تتحدث مع الرئيس الأمريكي منذ بداية الأزمة، صحيح؟ هل تعتبر ذلك مؤشر إلى شيء ما في علاقة الغرب أو نظرته لأرمينيا بعد تحولها بعد ثورتكم التي قدتها بنفسك؟ لقد كنت على تواصل مستمر مع رئيس فرنسا ومع وزير الخارجية الأمريكي ومستشاره لشؤون الأمن ونائب وزير الخارجية، ونعمل بشكل مستمر لنستعرض ما يجري مع المجتمع الدولي. وما يجري في الحقيقة يجب أن نقول بكل تأكيد إنه دون تحريض من تركيا ما كانت هذه الحرب لتبدأ. وأود مجددا أن أشير إلى أن تركيا وفقا للحقيقة التي تم تثبيتها دوليا تقوم بتجنيد المرتزقة والإرهابيين ونقلهم إلى منطقة النزاع، وكبار العسكريين الأتراك يشاركون في الحرب ضد كرباخ. اسمح لي، أنتم تخسرون مزيد من الأراضي يوميا، وهناك كان دعوات للتعامل مع اللاجئين في كرباخ في أرمينيا على المدى الطويل، هل تعتقدون أن الأراضي التي خسرتموها لن تستعيدوها بعد الآن؟ لقد توجهت أمس بكلمة وقلت إن كرباخ الدولة غير المعترف بها تناضل ضد الإرهابيين الدوليين وضد أذربيجان والكتائب الخاصة والقوات الجوية التركية، وكذلك وفقا لمعلومات أخرى ضد الكتائب الباكستانية التي تشارك أيضا في العمليات القتالية. ومن الواضح أن ذلك الهجوم يهدف إلى تطبيق مبدأ الحرب الخاطفة للسيطرة على كرباخ، ولكن الجمهورية الصغيرة غير المعترف بها منذ شهر وهي تناضل ضد قوى كبيرة ودولية تجعل أذربيجان والمجتمع الأذربيجاني يعيش كل يوم نوعا. سلطات أذربيجان تغذي المجتمع بمعلومات مغلوطة، حيث إن المجتمع بات ينتظر في كل يوم أن الحرب ستنتهي وسينتصرون، وهم في انتظار ذلك الخبر. أقول إنهم لن يحصلوا عليه، وإنهم سينغمسون أكثر وأكثر لفترة طالما لا يتم الاعتراف بالحق الشرعي لشعب كرباخ بتقرير مصيره، وحتى نتوصل نحن إلى حل دبلوماسي في ساحة السؤال الأخير سيد رئيس الوزراء، هل تتعاملون مع أخبار المعارك بشفافية؟ كنتم تنكرون أي سيطرة أذربيجانية قبل فترة، وفجأة ظهرت على الوكالة الأرمينية صور تظهر سيطرة أذربيجان على معظم المناطق في جنوب إقليم كرباخ، هل تتعاملون بشفافية مع الأخبار؟ قمنا بتقديم خرائط لمجتمعنا ونقوم بعرض المعلومات كافة للمجتمع،
هم على علم بكل ما يجري، ولكن لا يمكن القول بأن ذلك ما تقوم به أذربيجان أيضا. السيد نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني، شكرا لكم على كل ما تفضلتم به في هذه المقابلة، وشكرا لاستضافتنا هنا.